بحكومات القومية العربية وتحرير فلسطين، قطعنا كل خطوط نفوطنا بسبب حروب صدام مع كل العالم. قطعنا الخط عن طريق سوريا، قطعنا الخط عن طريق السعودية، قطعنا الخط عن طريق إسرائيل منذ حيفا، منذ تأسيس إسرائيل قطعنا الخط عن طريق لبنان بسبب المشاكل. بقالنا بس خط واحد هو خط جيهان تركيا. يعني احنا حاصرنا نفسنا كعراقيين، نعم هذا في زمن صدام. بعدين من جوي بعدين 2003 ما حلوا المشاكل، بالعكس زادوا العداء مع السعوديه، زادوا العداء مع الاردن، زادوا العداء مع الجميع، ولم يفتحوا بسبب يعني الاخفاقات وبسبب الفساد. الان نحن محاصرين بارادتنا من دوله واحده تصدر منها النفط، ولدينا دوله ياتي منها كل ما العراق، بدل ما نركز على حل مشاكل حزب العمال الكردستاني، بدل ما نبدأ وإنهاء إرهاب هذا الحزب الإرهابي في داخل العراق وحل مشكلة المياه والتعاون مع تركيا اقتصاديا، وهي دولة من الدول العشرين الأولى في العالم بالاقتصاد والصناعة، نخلق مشاكل جانبية لأغراض خدمة لمصالح إيران أو غير إيران. يعني شوف اللي دي يصير هسه، الولايات المتحدة الأمريكية بالمفاوضات النووية سمحت لإيران تصدر النفط. إيران ما كان تقدر تصدر النفط بالسعر اللي تريده لو كان النص مليون برميل يوميا اللي تنتج فيه. يعني إحنا اللي دا يصير دا نخسر نفسنا نص مليون برميل تصدير يوميا، 40 مليون دولار يوميا، حتى إيران تصدر بمكانه وتربح بأموالها.